نعم، هذه كانت تحوي أكثر من 250 ألف كتاب ورقي، وكانت تحمل أكثر من 1,000,000 كتاب كتيبات صغيرة، وكانت المكتبة الإلكترونية أيضا كانت موجودة، وصحف، وكان فيها المراجع الرئيسية للبحوث كانت موجودة في المكتبة داخل المكتبة، وتم حرقها بالكامل. استخدمتها يعني إنه هي تحتوي على كتب نادرة، يعني كتب إنه تفتح العقل، إنه تطلع حتى إنه على العالم الخارجي، إنه مو بس إنه دولتك، تطلع على غير بلدان، يعني بها أشياء نادرة. It was like a house of knowledge for all of us, not just for students, but for other citizens as well.